الليدر اللي بعده اذا جاهز، بس خلوهم يجوا يا شباب. بالنسبه للليدرات خلوكم متواجدين في الهاوس، كانوا جاهزين بس ذل. طيب اعطوني الليدر اللي بعده، من هو؟ مسعود بن شعفول، حياك الله مسعود. هلا حياك الله ابو سالم، الله يبقيك. صوت واضح واضح مسعود، سبيكر يا الربع. لا تعال هنا يا سيد مسعود. شفت مداخلات العيال اللي قبلك؟ انا ودي اعرف مسعود وش قدم لمجموعته، وش يخطط له. ما اسمع، شغلوا له السبيكر يا شباب. سبيكر شغال الصوت مسعود عندك؟ شغال. طيب اقول ود، انت شفت الجلسات اللي مع الليدرات اللي قبلك وتكلمنا معهم، وش قدمت لفريقك وش توعدهم فيه؟ والله انا قدمت شفته انت ولا الربع اللي معك. لا ودي اعرف وش احتاجك. المسابقه جايبها من الروضه كبار، جيب اسم حرف وصوره. ايش ذا المسابقه؟ والله حتى وانا متسابق استحي اطلعها. ايش تنبع؟ ايش تنبع المتسابقين فيه؟ بعدين انا عندي سؤال، عندي سؤال يا استاذ مسعود. مسعود صير يا رجال، ما نسمع صوت مسعود. تسمعني يا مسعود؟ اسمعك اسمعك. عندك الان سعيد الخليفي عبد و سعود الحوشان، حلوين؟ الخليفي الخليفي اللي الخليفي. الان الشباب الاثنين جايبين جوالات، ايه ممكن نعرف هل انت اللي جايبها لهم؟ ايش رايك في الموقف؟ اول شيء امسي عليكم بالخير. ما نحتاج تمسي، تسمح لي؟ تفضل. عندكم خاصيه ما هي عندنا، تفيد الصوت تدل على الضعف منكم، لكن ايش دخل ايش دخل؟ بعلمك ادلك تفيد صوتي وانا اتكلم. يعني ليش انت فازع مع احمد ولا ايش؟ اسمح لي اتكلم. تفضل يا مسعود، تفضل. اسمع مني طيب. تفضل مسعود. اول شيء ابغى لي شنب اذا اتكلم يواجهني وجه لوجه ولا يفيد الصوت، هذا اول شيء. ثاني شيء انا اكبر من اني اجي تحت تقييمك انت. طيب شكرا لك مسعود، انهزامك وانسحابك هذا فيض صوته بنفسه، ما في شجاعه. يعني قدم وايش قدمت انت؟ وايش قدمت؟ وايش قدمت لنا؟ انا يعني موجود ناصر الحربي قبل شوي يقول هذا ما عنده شيء، خلاص قفل اطلع مع الثاني. والله دليل انت دليل خلاص والله ان فيض صوته بنفسه وسكت نفسه وقال ما عنده شيء. شوف 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 بعلمك. انا احنا اجتمعنا مع ناصر وسعود قبل الفقره، قلنا ترى هالشباب يطلعون بشكل تافه، لا تجيبونه لهم، لا خلوهم على الاقل اسبوع لين اسبوع قدام لين يفهم الشغله لين يقدم اللي يعني. صح يعني مو فاهم. ثانيا عبد الله، عبد الله الخماش اساسا غايب له جمعتين، احمد الحيم داخل هنا كانه باقي متسابق فاقد المهنيه اللي جالس يسويها، سعود بن شعفول طالع في التلفزيون بصوره مهزوزه. انا بس اتمنى قابلني رجال شبنا، انت احنا تعال تعال على الطاوله، احنا ندعوك الان يا مسعود بن شعفول على الطاوله، لا تفيد صوتك ولا تفيد اصواتنا ونقاش على الطاوله. حياك الله. اساسا احنا كنا نطلب ان الليدرز، هل ما عندي شيء؟ احنا كنا نطلب ان الليدرز يجون هنا. يجون هنا. هل تدري انهم راحوا اجتمعوا على سعود يقولون تكفى